مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية، نزل عندنا تحديث جديد تطبيق الإنشوت تحديث الشهر الثاني. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة الصحيحة للتحديث والميزات الجديدة اللي نزلت، طلب إنه كل شخص يدخل على هذا الفيديو وما مشترك، رجاء اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس لايك للفيديو، ساعدوني مثل ما أساعدكم. والآن راح ندخل من داخل الآيفون أشرح حتى نحدث تطبيق الإنشوت. راح ندخل على الأبل ستور وندخل بالعلم وننزل الشاشة إلى الأسفل، راح تنزل التحديثات النازلة ونزل عندي هنا التحديث. هذا التحديث هذه الميزات مالته، هسه اشرحها. قبل ما نحدث راح نروح على الاعدادات، ننزل على عام، ننزل على تحديث البرنامج، وهاليومين راح يصدر لنا تحديث ان شاء الله. بعدها راح ننزل على مساحه التخزين، هذه المساحه الكليه 128 المستخدم 97، الفرق بيناتهم لازم يكون بين ال 20 وال 30 جيجا. الان بعدها المحذوفه ايضا احذفها وننزل على الانشوت. الانشوت كم المساحة مالته؟ أهم شيء ما يكون عابر الواحد جيجا. الانشوت 600 كلش مضبوط. الآن نروح نحدث، ما عندنا أي مشكلة، وراح نشوف الميزات. الميزة جدا رائعة أنا شفتها، ميزة التكست يعني الكتابة. خلينا ندخل نشوفها. الآن كمل التحديث، شوفوا تأثير الطبقات وصل لنا هنا، هذا تأثير كلش حلو. والشيء الثاني اللي وصل أنا اللي كلش عجبني اللي هي نص متوهج، تمام، هذا كلش حلو. والشيء الثالث هنا بحث عن الموسيقى، راح تقدر تبحث عن الموسيقى. وخلي ندخل من داخل التطبيق. الآن دخلنا داخل التطبيق حتى نكتب بنص متوهج، وحتى نكتب بنص متوهج راح ندخل على صورة ونختار وحدة من هذه الصور. مثلا نختار هذه الصورة اللي أنا راح أخليها هي العنوان مالتي، فراح أكبس على تحديث والميزة وصلت هنا. راح تدخل توهج، راح تسوي هذا الخيار، تحوله هنا أو هنا تبقى براحتك، وتنطي الضوء حطيناه هنا ونشوف ونشوف. شوفوا التوهج شيء جدا رائع، كنت أبحث عنه من زمان، وتقدر تقلل وتزيد، هذا شيء جدا حلو صار عندنا بالنسبة إلى تطبيق الإنشوت. يعني ميزة جدا رائعة وصلت. نفس الشيء تقدر تعملها على هنا وأيضا توهج. ولو اخترنا هذا الخيار ونخلي التوهج هنا، وتتشاهدون التوهج شلون يصير. وهذا أنا هذا الخيار عجبني الثاني، هذا التوهج يكون أحلى. أتمنى أنه فادتكم. وبالنسبة للميزات الثانية نفس الشيء تقدر تستفاد من عدها. نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو واستفادت منه لا تنسى دعمي بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس، أكون جدا شاكر. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها برسالة أنا حاضر. نقطة واحدة حاب أقولها بالنسبة إلى تطبيق الإنشوت، تطبيق منتج جدا رائع، تقدر تستخدمه لتعديل الصور ودقة 4K، وأيضا بالنسبة للفيديوهات. فنصيحة لا تستعملوا مهكر أولا، وشيء أول شيء طبعا احنا ديننا إسلام، فحرام أن تستعمل التطبيق المهكر. وثاني شيء هذه حقوق شركات، إذا ما تحب لا تستخدمه، استخدم الإصدار المجاني، ولازم تشاهد إعلانات فتبقى براحتك. أنا اشتريته سعره جدا مناسب، 45 دولار أو 40 دولار العمر كله. تحياتي لكم ومع ألف سلامة.